وسط أجواء روحانية بدأت الرحلة المقدسة بيوم التروية وصعود ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، وقد بدأت البعثات المصرية فجر اليوم بتصعيد الحجاج المصريين إلى المشاعر ومناطق المخيمات وسط إجراءات احترازية غير عادية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسط أجواء روحانية بدأت الرحلة المقدسة لضيوف الرحمن إلى مشعر منى، فالحجاج المصريين بدأ تصعيدهم مباشرة إلى جبل عرفات منعا للتكدس والزحام. فالحج عرفة، البعثة الطبية المصرية عملت على تأهيل الحجاج نفسيا وبدنيا لأداء المناسك بتقديم خدماتها العلاجية والوقائية على مدار الساعة، بل والإطمئنان على الحالات التي تم خروجها من المستشفيات السعودية بأماكن إقامتهم بالفنادق، وتوزيع الأدوية التي تلائم الرحلة المقدسة للحجاج المصريين. قبل النهاردة ما نطلع على التروية رحنا زورنا مستشفيات عرفة ومستشفيات منى، في عرفة 4 مستشفيات وفي منى 4 مستشفيات، شفناهم وشفنا مكان المخيم بتاعنا ومكان المخيم بتاع الحجاج مخيمات الحجاج المصريين عشان يتم توزيع الأطباء على المستشفيات في أوقات محددة عشان نشوف لو حد لا قدر الله من الحجاج المصريين راح المستشفى لأي طارئ ولا حاجة. والحاجة التانية كمان احنا عاملين في المخيمات عندنا عاملين نبطشيات للأطباء، كل طبيب هياخد من احنا مجموعة معنا مجموعة كبيرة من الأطباء، كل طبيب هياخد 4 ساعات ان هو يبقى فيها لو في اي تردد من الحجاج يبقى هو موجود، واخدين معنا مجموعة بسيطة من يعني الحاجات نقول الإسعافات الأولية بحيث لو في اي شيء طبعا احنا ممكن نقدمه له فنقدمه له. عدينا على كل المرضى اللي كانوا خارجين من المستشفيات وطمننا عليهم وطمننا على صحتهم وقدرتهم على اداء المشاعر النهارده ان شاء الله. هيبقى في ندوات توعيه كتير هنعدي عليهم نطمن عليهم، في وزعنا جزء كبير من على الحجاج محلول معالجه الجفاف علشان خاطر ما نتعرضش لأي إجهاد حراري أو نفقد سوائل. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أبدوا شكرهم العميق للبعثة الرسمية المصرية ومنها البعثة الطبية لما قدمتهم لهم من خدمات لوجستية وطبية على مدار الساعة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربنا يقويكم علينا، لأن أنتوا تعبتوا معنا كتير قوي بصراحة لراحتنا يعني، فان شاء الله ده في ميزان حسناتكم. بنشكر اللجنه الطبيه اللي اهتمت بينا، انا عندي 3 امراض مزمنه. متشكرين لكل الجاليه المصريه ان هي سهلت لنا كل الامور، ومتشكرين قوي ربنا يا رب يجعلها حجه مبروره كده وقبال كل مشتاق، اللهم امين. بنشكر الدوله المصريه باللي هي عملته علشاننا في اليومين بتوع الحج دول، الكل بنقول له شكرا شكرا. فرحه الحجاج المصريين ببدء الرحله المقدسه كانت القاسم المشترك بينهم داعين الله بالقبول والاستجابة. الحمد لله ربنا يكتبها لكل مسلم والأمة محمد أجمعين. رحلة طبعا ودي رحلة العمر، ونتمنى إن شاء الله ربنا يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله ونرجع لأهلنا سليمين غانمين. رب يجعله حج مبرور وذنب مغفور ويكتبها لكل مشتاق يا رب العالمين. على سنة بدا على كل يا رب. بنتمنى لكل الحبايب والأصحاب إن هم يوعدهم بها يا رب، اللهم أمين. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة ومنهم الحجاج المصريين لبدء الرحلة المقدسة وسط إجراءات احترازية غير عادية ولوجستية ميسرة أعدتها السلطات السعودية، نسأل الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري.